نروح بعد كده. أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء عزم الحكومة على استكمال الجهود العملية للبناء على ما تحقق في مجال استعادة أراضي الدولة المتعدى عليها تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي. شدد إسماعيل على استمرار الحملات الجارية في هذا الإطار بمنتهى الحزم ودون توقف حتى استعادة كامل أراضي الدولة وإزالة كل التعديات. أشار أيضا رئيس الوزراء إلى أن مجلس المحافظين سيعقد جلسة منتصف الأسبوع المقبل لمراجعة التصور النهائي لسبل الاستفادة من الأراضي المستردة على الوجه الأمثل. ملف مهم جدا وملف زي ما كنا قلنا قبل كده أول في بداية طرحه قلنا نتمنى الاستمرارية، وفعلا في استمرارية شايفينها وفي شغل أهو بيتم، فده كلام محترم جدا. محتاجين بقى نعرف سبل الاستفادة من الأراضي أو التصور النهائي زي ما الخبر بيتكلم عنها لسبل الاستفادة من الأراضي المستردة.